فرق ما بين المصريين والاجانب لما يلاقوا فلوس. الاجانب بص لحيت ايه 100 دولار. اخ 100 دولار حبيبي 100 دولار. ابو مالها مديها على مصري كده ليه؟ هي 100 جنيه عامله نفسها 100 دولار. عديها حبيبي عديها. طب هتعمل بيها ايه حبيبي؟ خدها حبيبي مش عاوزها. لا والله انت اللي تاخدها. والله ما تغلاش عليك حبيبي. خدها خدها. والله ما انا واخدها. خدها انت. انا خربان انا خربان يا حبيبي. ايه رايك لو اديها له؟ اقتله 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 غلبان. احنا معانا كتير. خد حبيبي 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 حبيبي. المصريين ايه ده؟ كام ده زميلي؟ 5 جنيه. 5. اما انا اللي شايفها 100 يلا. انا اللي لقيتها ومش هديك منها حاجه. النص يلا. ولا نص ولا ربع يابا. خد بعضك واخلع. اما احنا هنقسمها نديها لحد غلبان. انت بتيجي على السيره ولا ايه؟ هتقسم ولا ايه؟ نقسم ماشي. تقسيم قرار. طب انا معيش فكه دلوقتي بقى ايه العمل؟ ولا انا معايا فكه يبقى لك بقى. لا يا حبيبي معاك فكه يا ابني. الشحاتين دول خربينها والله خربينها. انتوا يا عم اديله خلص يا عم. عايز ال 50 جنيه بتاعته. هات هات يا عم. خد يا شحات. وده